السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وندوة جديدة من ندوات ملتقى الفكر الإسلامي. هذه الندوة التي هي بعنوان الصبر. الصبر كلمة كبيرة لا يمكن لأحد أبدا أن يعرف لها قيمة إلا أن يتعرض لابتلاء من الله عز وجل يعلم فيه أن الصبر هو مفتاح الفرج. واصبر وما صبرك إلا بالله، آيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد على هذا المعنى الهام في حياة الأمم والشعوب عبر مر العصور والأزمان. في هذه الحلقة من حلقات وندوات ملتقى الفكر الإسلامي نعيش وهذه القيمة الكبيرة، قيمة الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السادة الحضور، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم وندوة جديدة من ندوات ملتقى الفكر الإسلامي بأكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر. كل عام وحضراتكم بخير. ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام عبر حلقات تمتد طوال شهر رمضان الكريم لموضوعات متميزة. ندوة اليوم عن مفهوم الصبر في الإسلام. معنا أساتذة أجلاء، الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقا بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور رمضان عفيفي مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية. أهلا بحضراتكم. أهلا بك. مفهومنا النهاردة عن الصبر في الإسلام، وخاصة القرآن الكريم كله عن الصبر وآيات الصبر. فليتفضل أستاذنا الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقا بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد البشير النذير، وسلم تسليما يا مولانا يهون كل عسير. وبعد، فبداية قبل أن أتحدث عن موضوع حلقة اليوم، أقول إن هذا الملتقى وما يذاع فيه من حلقات ملتقى مبارك ووجبة دسمة يشكر عليها كل من فكر فيها وكل من قام بها أو شارك فيها، بدءا من صاحب المعالي وزير الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وكل المشاركين من الفنيين والعمال وغيرهم. فهذه وجبة تقدم للناس في رمضان بجوار وجبات أخرى تضيع الصيام. هذه وجبة تحفز الإنسان في الطاعة وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. وذا للأسف الشديد أن ساعات الإرسال التي تقدم أشياء ويقولون عنها أنها خصيصا لرمضان، وكأن رمضان بقى شهر المسلسلات وشهر اللقاءات وغيره، مع أن شهر رمضان هو شهر الطاعة. فإن شاء الله هذه حلقات مباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الناس. الصبر، ورد الصبر في القرآن في 135 مرة. الصبر تكرر في القرآن 135 مرة، لأن بعض الآيات بيتكرر فيها زي اصبروا وصابروا، اصبر وما صبرك إلا بالله. وهذه المساحة الكبيرة التي تتحدث عن الصبر في القرآن تبين أهمية الصبر. والصبر ليس صبر على البلاء فحسب، بل الصبر أولا هو الصبر على الطاعة، والصبر على عدم المعصية.
صبر على الطاعة لعل أوضح دليل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والصبر هنا جاء بعد آية إن الإنسان حينما ينظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى على غيره وقلبه يتشوق وعينه تتشوق، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر على إقامة الصلاة. وفي أول موضع ورد الصبر في القرآن: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قرن الله سبحانه وتعالى الصبر بالصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصبر في أداء الصلاة، الصبر في الصيام في تحمل الجوع وتحمل العطش، الصبر أيضا على عدم المعصية، أن الإنسان يمنع نفسه من معصية الله سبحانه وتعالى فلا يقدم على المعصية، يصبر. هذا هو الجانب الصبر في العبادة. أما الجانب الثاني للصبر فهو الصبر حينما تكون هناك محنة من المحن. والصبر له أهمية نفسية كبيرة جدا للإنسان حينما يصاب بمكروه. مثلا لو أن ملحدا من الملحدين الذين لا يعترفون بوجود إله، كمثال مات أبوه، ماذا يقول الناس له؟ هل يصبرونه؟ هو لا يؤمن بهذه الأشياء. هم يقولون له، يعني أفضل الإجابة لي أنه يقال له: لو كان أبوك قويا ما مات، لأنهم يؤمنون أن البقاء للأقوى. يقولون له: إن أباك في دورة الحياة سوف يدفن في الأرض، وبعد آلاف السنين يستخرج من الأرض على هيئة معدن من المعادن، يصنع منه شباشب أو يصنع منه أي شيء، لأنه لا يؤمن بفكرة وجود الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فحينما تأتي إليه أو تحدث له مصيبة من المصائب استرجع ربه، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. المؤمن يقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في صبرهم. نوح عليه السلام يظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك يصبر عليهم ويصبر عليهم، ولم يدع على قومه إلا حينما علم عن طريق الوحي أنهم لن يؤمنوا، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قبلك من قومك إلا من قد آمن. حينئذ دعا نوح على قومه، طالما أنهم سيظلون على الكفر دعا عليهم: ربي لا تذر على الأرض الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا أو كفار. إبراهيم عليه السلام نموذج للصبر، لم يمنح الذرية فيصبر ويصبر ويصبر، وتأتي له الذرية في كبره، وحينما يبشر بالولد ويأتيه البلد يؤمر بأن يذهب إلى مكان آخر يترك فيه هذا الولد وأمه، ويذهب إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل الطفل الصغير وزوجه هاجر إلى مكان ليس فيه زرع ولا إنس ولا جن،
وحينما يهم بالعودة تقول له زوجه: أتتركنا هنا؟ لا يستطيع أن يقدم إجابة. تكرر: أتركنا هنا؟ لا يستطيع أن يقدم إجابة. أتركنا هنا؟ تقول له: أالله أمرك بهذا؟ يقول: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. المرأة في مكان ليس فيه شيء ومعها ولدها فقط، ومع ذلك تصبر وتقول لن يضيعنا. ماذا كانت النتيجة؟ نتيجة صبر إبراهيم في كل شيء وصل إلى مرتبة اتخذ الله إبراهيم خليلا. وهاجر عليها السلام حينما تصبر على هذا، كان في هذا المكان نشأت أمة، والأمة الكبيرة في العالم هي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضرب القرآن الكريم نموذج للصبر الذي ينبغي أن نقتدي به في حياتنا في أي محنة من المحن، فقد تكون النعمة في المحنة ونحن لا ندري، لأننا نقيسها بقياسنا، وما عند الله سبحانه وتعالى أفضل وخير وأبقى. نموذج يضربه القرآن ليعقوب وولده يوسف عليهما السلام. يعقوب يبتلى في فقد ولده، وليس موتا عاديا ينسى، ولكنه غياب، ومن تسبب في الغياب أبناؤه، وكذبوا عليه وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال علماؤنا: الصبر الجميل، كأنه يقولهم صبر جميل، لا أظهر كآبة ولا حزنا لكم، لا أظهر الكآبة، بل أعاملكم معاملة حسنة، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ويوسف عليه السلام ينزع من أبيه ويلقى في الجب مظنة الهلاك فيصبر، ويخرج من الجب يباع رقيقا، يباع عبدا ويصبر، ويدخل إلى بيت العزيز ويتعرض للفتنة، ولكنه يقاوم ويصبر، إلى أن تكون الفتنة ليست من امرأة العزيز بل من مجموعة النساء منها ومن صديقاتها. ولذا يقول يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. ويدخل السجن ويصبر في السجن ويدعو ربه في السجن. هنا لو لم يتآمر إخوة يوسف على يوسف وظل يوسف مع أبيه، كانت ستنتهي به الحياة أن يكون رسولا، نعم، ولكنه في مكان آخر في فلسطين. ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يباع رقيقا ليدخل بيت العزيز، وبعد ذلك تحدث المؤامرة ويدخل السجن، ويفسر الرؤيا لصاحبيه في السجن، لينطلق بعدها ليفسر رؤيا الملك إلى أن يكون وزيرا: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. بالصبر يصل الإنسان إلى ما يتمنى وإلى ما يريد. يضرب القرآن مثلا ويقول في نهاية القصة: هو مثل في الشكر والصبر بقوم سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا
فأرسلنا عليهم سيل العرم وجزلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فجمع هنا الصبر مع الشكر صبر على الطاعة صبر على النعمة والصبر على أي أمر من الأمور لعل المثل الذي نعرفه جميعا في الصبر في مثال الأنبياء هو أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له ونقف وقفة هنا في دعاء ودعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيه الإيجاز وفيه الإخلاص ولذا تكون النتيجة سريعا أما دعاؤنا الآن فيغلب عليه الفصاحة والبلاغة والسجع وعدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى القرآن حينما يتحدث عن دعاء الأنبياء نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء دعاء من كلمتين فقط وهنا أيوب عليه السلام يقول ربي إني مسني ضر وأنت أرحم الراحمين سورة صاد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب الصبر حينما يذهب المال الإنسان المؤمن يستعوض ربه لله أن لله ما أعطى ولله ما أخذ فكل شيء عند الله سبحانه وتعالى بمقدار حينما يمنع من مال يصبر حينما يصاب بمرض يصبر ولا يعلن شكواه للناس أحد الصالحين اشتكى له ابن أخيه وجعا أصابه في بطنه فقال له كلمة ما أحوجنا أن نتأملها يا ابن أخي لا تشكو ضرا نزل بك لمن لا يستطيع أن يرفع مثله عن يعني تشكو ضرك لمين لبشر لو أصابه هذا الشيء ما يستطيع أن يرفع مثله عن فالناس فريقان من يحبك يحزن للسوء الذي نزل بك وعدوك يفرح لنزول السوء بك لا تشكو ضرا نزل بك لأحد من الناس ولكن اشكو ضرك لله الله سبحانه وتعالى لا تشكوه للبشر ولكن اشكو الضر لله ثم يقول له والله يا ابن أخي إن لي عينا لا أبصر بها حجرا ولا شجرا ولا مدرا منذ 40 عاما ولا يعلم بذلك إلا الله يعني عينه لا يرى بها ومع هذا لم يحدث لإني الشكوى إلى غير الله مذلة حينما تشكو للبشر هذه مذلة لك
قبل أن تكون يعني لا تعلمهم بشيء، فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. إن أصابك الضر إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر. في مكة والمسلمون يعذبون في مكة، يأتي خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل كان ممن قبلكم يؤتى بالمنشار فينشر ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن ذكر الله؟ والله لا يثمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة المرأة من حضر موت تأم البيت دون أن تخاف من أحد. يعني يحدث الأمان الكامل. البعض يظن أن الصحابة في المدينة بدأ الترفه ولم يكن هناك صبر في المدينة والصبر كان في مكة. لا، روى الإمام مسلم رضي الله عنه أن أحد الصحابة، نسأل الله أن يذكرنا اسمه الآن، أحد الصحابة يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان طعام الواحد منا في اليوم تمرة. طعام بتاعه الوجبة تمرة، يلوكها ثم يصرها، يمضغها قليلا ثم يصرها ويضعها في جوله، وكنا نقتبس الشجر بقسطيين بالفؤوس، يأكلون ورق الشجر حتى تجرحت أشداقنا، فأخطئها رجل في يوم من الأيام لم يعطوه التمرة، فظللنا ننعشه نرفع من حالته المعنوية، وشهدنا أنه لم يعطاها فأعطاها. الآية بتاعت الوعد بالتمكين نزلت بعد 19 سنة من جهاد الدعوة ومن الصبر، لأنها نزلت في سورة النور، وسورة النور نزلت سنة 6 هجرية، 13 في مكة و6 19 سنة إلى أن نزل قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. خذوها بالصبر. وهكذا يكون الصبر في كل مجال من مجالات الحياة. عند الصدمة في البداية تظهر قوة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد امرأة تبكي على طفلها، طفلها الذي مات، فيذهب إليها فتقول: إليك عني، إليك عني. ثم بعد أن تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي إليه، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. حينما تأتي الصدمة الأولى، حينما تأتي الصدمة يعرف الإيمان من الكفر. أحد التابعين هو مصعب بن الزبير رضي الله عنه، أصيب بفقد ولد من أولاده الأربعة، وكانت عنده شيء في الساق فقطعت ساقه، فجاءه المعزون فقالوا له، فقال لهم: الحمد لله جعل لي أربعة أطراف، فأخذ واحدا وترك لي ثلاثة. الحمد لله وهبني أربعة أبناء، فأخذ واحدا وأبقى لي ثلاثة. إيمان، وإيمان شديد. ورجل يذهب إليه فيقول له لابنه: اكشف عن قدمي تريها لعمك. فيقول له: لا، احنا لم نعدك للمتابقة ولا للجري، ولقد أخذ الله منك ما لا حاجة لنا به، وأبقى لنا ما نحن في مسيس الحاجة إليه. أبقى الله إلينا علمك
وأبقى إلينا فقهك. دي المواساة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والمتأمل في هذه الآية يجد إن هذه الآية وردت بعد أعمال الخير والإثابة عليها بالجنات في آخر سورة آل عمران، فجاء الأمر بالصبر، أي اصبروا حتى تصلوا إلى هذه المرحلة. ونجد مثيلا لذلك أيضا، نجد مثيل في سورة الفرقان في آخر، في وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، والآيات يقول الله سبحانه وتعالى في نهايتها: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. فالصبر هو الذي يحقق آمال الإنسان، والصبر هو مفتاح الفرج. حينما تصبر سوف يأتي لك ما تتمنى وما تريد. وإن كانت هناك مشكلة فتذكر قول القائل: ضاقت فلما استحكم، وكم من نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. اللهم فرج الكروب، اللهم فرج الكروب، اللهم فرج الكروب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسنت فضيلة الدكتور أحمد ربيع، تحدثت فضيلتكم عن الصبر وأن النصر يأتي دائما مع الصبر، وتحدثتم أيضا عن صبر الصحابة والتابعين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والصبر على الابتلاءات والجوع وغير ذلك. أعزائي المشاهدين، تأتي كلمة فضيلة الدكتور رمضان عفيفي مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف حول مفهوم الصبر في الإسلام، فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه تعلما وتعليما، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا منع صبر، وإذا أذنب استغفر. في هذا الملتقى نتحدث عن الصبر وهذه القيمة العالية الرفيعة، هذا الخلق العظيم، خلق اتصف به الله سبحانه وتعالى واتصف به الأنبياء والمرسلون، وأمر الله عز وجل به الناس جميعا. بل بيّن لنا القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان، وأنه لابد أن يبتلى، وأنه لابد أن يجد ما يوافقه أو ما لا يوافقه. فكيف يفعل في الحالين؟ في حال ما يلائمه ويوافقه، وفي حال ما لا يلائمه. والإنسان المؤمن يعبد الله عز وجل في كل لحظة وفي كل نفس وفي كل موقف وفي كل شيء، فلله عبادة في كل شيء. في الخير نعبد الله، ولا قدر الله في الشر نعبد الله سبحانه وتعالى، لأننا آمنا به. وهو سبحانه وتعالى قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر العظيم، فقال كما في الصحيح: لا أحد أصبر من الله من ضر سمعه أو من أذى سمعه. كثيرا ما نسمع من ينكر وجود الله، كثيراً ما نسمع من ألحد، كثيراً ما نسمع من يتطاول على خالق هذا الكون البديع وهو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يعاجلهم الله بالعقوبة، فهو يصبر على خلقه. وكما قيل في الأثر: لو خلقتموهم لرحمتموهم، يعني كان في صبر وحلم على هؤلاء مع أخطائهم، فهو سبحانه وتعالى الصبور الحليم. كذلك
ضرب لنا الأنبياء والمرسلون المثل الأعلى، ذكر أستاذنا كثيراً من الأمثلة. فالصبر هو التحمل، وخاصة عند مواجهة ما لا يلائم النفس. هذا الشيء الذي لا يلائم النفس ليس فقط في الابتلاءات، ليس فقط في المصائب، ليس فقط في الأقدار التي لا يوافق عليها الإنسان، بل الطاعة لله عز وجل أيضاً تحتاج إلى صبر، لأنها صعبة على النفس. النفس لا تحتاج إلى من يقيدها، إلى من يأمرها، إلى من ينهاها. فإذا جاء من يأمر هذه النفس وينهاها عن فعل شيء نفرت. لذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله يقول: لو أمر الإنسان أن يحمل الجبال لما فعل، ولو نهي عن تفتيت البعر لما فعل. يعني سواء كانت حاجة كبيرة أو حاجة صغيرة الإنسان يأنف منها، لأن النفس هذه البشرية لا تحتاج أو لا ترغب في من يأمرها وينهاها، فهي كثيرة الشرود والنفور. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. فالصبر هو حمل هذه النفس على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء فيما أمر به أن نقوم به وأن نفعله، أو ما نهى الله عز وجل عنه فنتركه ولا نفعله، أو قدر الله عز وجل الذي لا نستطيع أن نغيره. فالصبر في كل هذه الحالات إنما هو من الأخلاق العظيمة، فهو حمل النفس على ما لا يلائم أو على ما يكرهه الإنسان. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: هو ثبات باعث الدين في مواجهة باعث الشهوة. وقال الإمام ابن القيم: هو ثبات باعث الدين والعقل في مواجهة باعث الشهوة. يعني عندي شيئين بيأمر الإنسان والنفس البشرية: الشهوة تأمر الإنسان أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، شهوة المال، شهوة السلطان، شهوة الجاه، شهوة النساء، شهوة الأولاد، كل هذه شهوات كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. هذه الشهوات تدعو الإنسان وتدعو النفس البشرية أن يفعل أو لا يفعل. يأتي الدين ويأتي العقل فيأمر الإنسان: افعل كذا ولا تفعل كذا، لا يليق بك أن تفعل كذا، وينبغي عليك أن تفعل كذا، المسلم السوي يفعل كذا، والدين يحث على كذا. فأيهما قوي غلب صاحبه. إذا كانت الشهوة أغلب وأقوى تغلب باعث الدين، يبقى الإنسان يعلم الحكم أن هذا لا يجوز أو هذا فرض، وتجده لا يفعله ما أمر الله أو يفعل ما نهى الله عنه. ليه؟ ليس جهلاً بالحكم، وإنما ضعف هذا الحكم في قلبه وعلى نفسه مع قوة وغلبة الشهوة عليه، يبقى يقدم الشهوة ويقدم الرغبة على الشرع أو على الأمر والنهي من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا غلب هذا الباعث، باعث الدين وباعث العقل السليم، رد الشهوة ولم يستجب لها وكان قوياً أمامها. لذلك نستعين بالله عز وجل على الصبر. ووجهنا القرآن الكريم إلى أن نستعين أيضاً بالصبر على طاعة الله عز وجل، كما ذكر في القرآن الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فلا بد أن يتخلق المسلم بالصبر، والصبر نصف الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الأثر أن الصوم نصف الصبر. يبقى الصوم كله صبر، صبر على ترك الطعام والشراب والزوجة، صبر على التحمل من الفجر إلى المغرب، صبر على ترك الشهوات، صبر على ترك ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان ليلاً ونهاراً، صبر على الطاعة، على الصيام،
على القيام، على قراءة القرآن، على صلة الأرحام، على بر الوالدين، على الإحسان، على الصدقة، على الخير والنفع العام للمجتمع كله. كل هذا أمر يحتاج إلى الصبر. لذلك نجد القرآن الكريم في آياته الكثيرة عندما يذكر الصبر وأنه جزاء وأن جزاءه الجنة، تجد عجبا في صفات عباد الرحمن. ذكر القرآن الكريم 11 صفة أو 11 صفة لا يذكر فيها الصبر. من أول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر الصفات لا يذكر فيها الصبر. لما جاء إلى الجزاء وإلى ما يترتب على هذه الأخلاق الحميدة الكريمة ذكر أنهم نالوا ذلك بالصبر. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الإنسان لا يستطيع أن يتحمل جهل الجاهلين إلا بالصبر. الإنسان لا يستطيع أن يمشي هيناً على الأرض ويتحمل الناس إلا بالصبر. الإنسان لا يستطيع أن يقتصد في النفقة دون إسراف وتبذير أو بخل وتقتير إلا بالصبر. الإنسان لا يستطيع أن يعبد الله حق عبادته إلا بالصبر. لا يستطيع أن يترك ما حرم الله من القتل والزنا وغير ذلك وسماع اللهو إلا بالصبر. كل هذا يحتاج إلى صبر. فأظهر الله عز وجل هذه القيمة وهذا الخلق في هذه الآيات العظيمة، فقال: أولئك يجزون الغرفة، أي الجنة، أو أعلى مكان في الجنة بسبب صبرهم على كل هذه الأوامر والنواهي وبسبب تخلقهم بهذا الخلق العظيم. لما ذكر القرآن الكريم صفات أولي الألباب كما في سورة الرعد: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، لهم الجنة، لهم العقبى عند الله رب العالمين. الملائكة تدخل عليهم الجنة فيقولون لهم: سلام عليكم بما صبرتم. صفات ثمانية أو 8 صفات اختارت الملائكة صفة الصبر لما لها من فضل ولما لها من قيمة. سلام عليكم بما صبرتم، لم يقولوا بما صليتم، لم يقولوا بما وفيتم العهد، لم تقل الملائكة بما أنفقتم أو تصدقتم أو فعلتم، إنما سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هكذا الجزاء العظيم للصابرين، لمن يتخلق بهذا الخلق الكريم. لا ينفك الإنسان أبداً عن الصبر في كل حالاته. نحتاج إلى الصبر في تعلم العلم. قيل للإمام أحمد رحمه الله: إلى متى تطلب العلم؟ يعني رأوه يكتب، فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني لا يمكن أن أترك دواتي وقلمي وأتعلم حتى ألقى الله رب العالمين. الصبر نحتاج أن نعلم أبناءنا: لا تحسب المجد تمراً أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا يمكن أن تصل إلى المجد وإلى الرفعة وإلى التقدير وإلى احترام وإلى أعلى مكان إلا بصبرك على ما أنت فيه. الطبيب لا يمكن أن يجد مكاناً بين الأطباء إلا بصبره في عيادته وفي مستشفاه يرعى المرضى بين المرضى والمصابين. إذا صبر على ذلك أكرمه الله عز وجل ووصل إلى المجد. المعلم لا يمكن أن يكون قدوة ولا أسوة إلا بصبره على تعليم أبنائه. يريد أن يوصل لهم رسالة، يريد أن يبلغهم ما تعلم، لا أن يتعالى عليهم. وكذلك الشيخ يصبر على الطلبة ويصبر على من يتعلم منهم،
كما صبر علماؤنا علينا. فالعلم يحتاج إلى وقت طويل لتحصيله، وقد ذكر أساتذتنا ونحن في نهاية الجامعة بعد ما يقرب من 20 سنة من أول ما دخلنا الأزهر إلى الجامعة حتى نحصل على شهادة الليسانس قبل الماجستير والدكتوراه، يقولون اليوم تستطيعون أن تبحثوا فقد أوقفناكم على أول درجة في السلم. يعني وقتها تعجبت، بعد ما يقرب من 20 سنة و4 سنين في الجامعة يقال لنا أنت الآن تنفع تقرأ تعتمد على نفسك؟ نعم، هذه بداية وليست نهاية. حتى بعد الدكتوراه تستطيع أن تبحث، فهذه أيضا ليست نهاية إنما هي بداية. فالعلم لا ينتهي أبدا، كذلك كل شيء وكل مجال يحتاج إلى صبر، وكل شيء يحتاج إلى صبر ثم تكون عاقبته خير بإذن الله رب العالمين. لذلك نجد القرآن الكريم يبشر عددا قليلا، فممن بشرهم الله عز وجل في القرآن؟ الصابرين. قال وبشر الصابرين، فالبشرى لمن صبر لا لمن جمع مالا أو غير ذلك، إنما الصابرون هم الذين يبشرون من الله رب العالمين ومن النبي صلى الله عليه وسلم. والصبر منذ اللحظة الأولى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية الصدمة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هنا يظهر الإيمان الحقيقي لا الادعاء، كلنا يدعي أنه يصبر، لكن عند المحك من يصدق في صبره ومن لا يصدق؟ عند الاحتكاك، عند حدوث شيء يكرهه أو لا يريده في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في من يحب أو في وطنه، يظهر هنا الصبر الحقيقي في قلوب الصادقين الصابرين. فقد جمع الله بين الصدق والصبر في القرآن الكريم، والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات من أخلاق الصابرين. الصبر سبب للخير والفوز، فقال جل وعلا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصبر ليس تكاسلاً، والصبر ليس أمراً سلبياً، بل هو أمر إيجابي، وهو أمر ليأخذ الإنسان بالأسباب. فقال ربنا جل وعلا بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً، جمع بين الصبر والتقوى، لأن التقوى إنما هي أمر ونهي، فمن أطاع الله وابتعد عما نهى الله عز وجل عنه وأخذ بالأسباب وصبر في حالة الضعف جاءه الفضل والكرم والنصر من الله رب العالمين. وهذه الآيات ذكرت في سورة آل عمران التي تحدثت عن موقعة أحد، هذه الموقعة العظيمة التي كسر فيها المسلمون، لكن تعلمنا منها دروسا كثيرة وعظيمة. بل إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، نحتاج إلى الصبر وإلى التحمل والجلد ثم نأخذ بالأسباب ولا نركع، إنما نقف على أقدامنا، إنما نجاهد، وإنما نقف ونأخذ بالأسباب المؤدية إلى النتائج التي ترضي الله سبحانه وتعالى في كل المجالات التي تحتاجنا وتحتاج الصابرين. الصبر أيضا من أسباب محبة الله عز وجل كما جاء في القرآن الكريم، والله يحب الصابرين. الصبر من عظمته أمر الله النبي به، فقال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فأمره الله عز وجل بالصبر كما أمرنا بالصلاة، كما أمرنا بالصيام، كما أمرنا بالصدقة، كما أمرنا بالطاعة، كما أمرنا بكل العبادات، أمرنا أن نصبر. وهذا كثير في القرآن الكريم، فاصبر على ما يقولون، وقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لا تظنن أن الصبر كسل أو ضعة، إنما الصبر قوة وتحمل. ولذلك قالوا إنما النصر صبر ساعة. قيل إن عنترة الشاعر المعروف وكان فارساً مغواراً شجاعاً قال لأحد
الفرسان ضع إصبعك بين أسناني، في فمي بين أسناني، وأنا أضع إصبعي بين أسنانك لننظر من يتحمل أكثر. وكل طرف يضغط كيفما استطاع. فعنترة في النهاية صاحبه لم يصبر ونزع يده، فقال: والله لو انتظرت لحظة لا شددت إصبعي من بين أسنانك، إنما النصر صبر ساعة. الصبر هو سبيل الخير وسبيل الرفعة، الصبر هو سبيل الوصول إلى الله رب العالمين. نحتاج أن نعلم أنفسنا، أن نربي أبناءنا على الصبر، فالدنيا لا تستقر على حال، فبين رخاء وبين شدة وعناء. ففي حال الرخاء نشكر الله عز وجل، وفي حالة الشدة والعناء نصبر ونتحمل. هذه المرأة الصابرة، المرأة التقية، القدوة، تقول لزوجها عندما أراد الخروج من البيت، قالت له: اتق الله ولا تطعمنا حراما. يعني أنت خارج للعمل وللشغل التزم، إذا كنت في وظيفة التزم بمواعيد حضورك وانصرافك، إذا كنت من أصحاب الصنائع والحرف اتق الله في عملك حتى يكون الأجر حلالا. فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هكذا المرأة القدوة التي تخرج لنا أجيالا صالحة، هكذا المرأة تعلم زوجها وتنصحه صباحا كل يوم، تخرج لنا أبناء صالحين صابرين. إننا نصبر على الجوع. أين أمهاتنا؟ أين بناتنا؟ أين فتياتنا؟ نريد أن نعلمهم ليس نظرياً وفقط، وإنما على أرض الواقع، أمهات المؤمنين وكذلك من بعدهم من الصالحات وأمهاتنا الذين ربونا على الصبر وعلى التحمل والجلد حتى جاءنا الخير من الله رب العالمين. نسأل الله أن نكون من الشاكرين. شكر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشكر فضلتكم فضيلة الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقاً بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور رمضان عفيفي مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف. شكرا. وكلمة أخيرة قبل أن نختم لقائنا اليوم، حضرتكم تفضلتم وتحدثتم عن الصبر في الإسلام وكيف يكون الصبر على البلاء والصبر على النعم والصبر على الطاعة والصبر في التعلم والعلم والصبر على العمل. كلمة أخيرة لفضيلة الدكتور أحمد ثم فضيلة الدكتور رمضان عفيفي. كلمة أخيرة نوصي بها الصبر في البيوت لكي تستمر الحياة ولكي تقوم الحياة. الصبر بين الزوجين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إلا يكره، لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره. وأيضا البيوت تقوم على الصبر وعلى تحمل المشاق. في تربية الأبناء نوصي هذه الأيام بالصبر الجميل والصبر الشديد وكل أنواع الصبر في تربية الأبناء حتى يكونوا يعني شيئاً في المستقبل إن شاء الله. كيف نشكر فضيلة الدكتور رمضان؟ الصبر ومن يتحلى بالصبر لا يقول ولا يفعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فليس من الصبر الهلع والخوف الزائد، بل الصبر يدعوه إلى التحمل مهما كانت المواقف وفي أشد الظروف، يتحمل ثم ينظر كيف يخرج من هذه الشدة، كيف ينتصر على هذه الشدة، كيف يغير، لأن التغيير يحتاج إلى صبر. طب أنا عندي سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. هل يتساوى الصبر على البلاء مع الصبر على النعم أو مع النعم؟ هل لما ربنا سبحانه وتعالى يتجلى علي بنعمه هل هذا يحتاج إلى صبر على النعم، أم يعني الفرح شديد أو يعني حضرتك أكيد فاهم المعنى اللي أنا عايزة. نعم.
الصبر على العطاء، على النعم من الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى صبر، إلى أن يتقبلها ثم يستعملها ويصبر على أداء حق الله فيها، لأن النعم تأتيك من الله عز وجل لينظر كيف تعملون، ماذا نفعل في هذه النعم. فالله أمرنا في نعمة المال مثلاً أن نتصدق وأن نعطي وأن ننفق، فهذا الإنفاق يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى قوة وإلى تحمل حتى أؤدي هذا الواجب الذي علي. الأولاد نعمة من الله عز وجل، يحتاج في تربيتهم إلى صبر حتى أصل بهم إلى طريق النجاة. كل نعم الله عز وجل قد يصبر الإنسان على الابتلاء، ويسميه البعض الصبر الاضطراري، يعني ملوش حيلة إلا الصبر، مش قادر يعمل حاجة. فهذا الصبر على الابتلاء أقل من الصبر على العطاء وعلى الخير وعلى الفضل من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يتخلى أبداً في كل الأحوال عن الصبر. ومن أصعب النعم التي تحتاج إلى صبر، يعني نعمة شديدة تحتاج إلى صبر، نعمة اللسان تحتاج إلى إحكام وإلى صبر على تغييرها وتحويل وجهتها إلى ما يرضي الله عز وجل، إلى وجهتها الصحيحة فيما يرضي الله تبارك وتعالى. أحسنتم أعزائي المشاهدين، السادة الحضور، وصلنا لختام ندوة اليوم وكانت بعنوان الصبر في الإسلام. بنشكر فضيلة الدكتور أحمد ربيع عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقا بجامعة الأزهر الشريف، وبنشكر الدكتور رمضان عفيف مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية. شكرا لحضراتكم الفنية. أعزائي المشاهدين بنشكركم، أعزائي المشاهدين، وإلى لقاء آخر وندوة أخرى وفريق عمل جديد. إلى اللقاء.